عم نخسر قوي عم نخسر بسرعه. الوضع سيء كتير، الوضع سيء. جهزوا لي جهاز الصدمات بسرعه. صدمات جاهزه، واحد اثنين ثلاثه. بعدو نازلي استني هون. نازلي نازلي بنتي نازلي لا تتركيني يا بنتي، لا تموتي يا بنتي، لا تموتي بنتي. ليش؟ ليش مو أنا؟ ليش بنتي؟ ليش؟ الحكمة الإلهية والقدر، لا اعتراض عليه مو من حقنا. شو بدي أعمل أنا هلا؟ إنك تدعي. كل شي بإيد صاحب الملك رب العالمين. يا ربي خذ روحي أنا، بس رجع لي بنتي. خذ روحي مقابل روح بنتي، ولا تحرق لي قلبي على بنتي. الواحد الأحد اللي بيأمر فيه هو وحده اللي بيصير، ولا تنسى أنه ما بيترك عباده الصالحين اللي بيدعو له. خليك عم تدعي لله ولا تفقد الأمل أبدا، وما تترك مجال للشك بقلبك. ادعي، اعقل وتوكل على الله. واحد اثنين ثلاثة. منيح كتير، رجع النبض. زال الخطر؟ ما زال شيء، لسه في خطورة على حياته. أخي أنا شو عم بعمل هون هلأ؟ سناء مخطوفة هنيك وأنا قاعد حاطط إيدي على خدي هون عاجز بالمستشفى. كارلوس، لو في طرف خيط كنا منجيبهم، بس مو طالع بإيدنا أي شيء. بس لازم نعمل أي شيء لنمسك هالزلمة، وإلا رح يدمرنا كلنا. هذا الزلمة لسه ما بيعرف مع مين علاقة. لهيك أنا ما بيكون اسمي عاكف. وإذا نحن فعلاً منكون الفرقة الأولى، صار دين برقابنا أنه نبعته لهذا الزلمة عجهنم الحمرة ونحرقه. أخي عاكف، دخيلك خلينا نلاقي هالحقير، خلينا نلاقيه وندب خوانيقه بقى. رح نلاقي كارلوس ورح نمسكه بطريقة نخليه يندم على الساعة اللي طلع فيها من بطن أمه الحقير. وإذا ما مسكنا له الزلمة، وإذا ما حاسبناه على اللي عمله بنزلي وسناء والمعلم صالح اللي انصاب، أنا ما بعود بحمل أسلاح بإيدي بنوم. إذا ما لقينا اللي غلط بحقنا وحاسبناه، أنا كمان ما بحمله.
وما عاد لنا عين تطلع بحدا. وادوني هلا. وعدوني. انه نجيبه لهذا الواطي ونخليه يركع ويترجانا بس لنتركه يعيش. اكيد بنوعدك. لا تاكل هم اخي عاكف. كل يلي قلته رح نعمله واكثر كمان. رح نلاقي له التافه بالاول ولا تشغل بالك بالباقي. ألو كارلوس اسمعني. سناء، سناء أنت منيحة؟ وينك سناء؟ قلي لي بسرعة. لك يلا أحكي. سناء، سناء، ألو سناء، سناء. طمنا كارلوس، قدرت تعرف منا أي شيء؟ يلعن هالحظ هاد، نقطع الاتصال. اتصل فيي انت. ما طلع عندي الرقم. ما قدرت اني اقول له. فهمني، والله ما بقدر. اذا ما قدرتي تعمليها انا بجبرك. ليك ما فيني اسحبهم على الفخ بهالسهوله. انت عم تطلب مني ابعت الزلمه اللي بحبه على الموت. هاد مو شغلي، انت بتحددي. اقتل البنت وخلص. لا لا تقتلها، هي لساتها صغيرة، لساتها طفلة صغيرة. ببساطة بعملها، والله بعملها. هلا بتشوفي. روحي مع السلامة. طيب روق روق، الله يلعنكم. لا خالة سناء، اصحى تتصلي، رح يقتلن كلهم. طيب الو الو كارلوس. عم بسمعك سناء. سلا اذا نازلي كمان معها. سناء قلي لي، نازلي معك؟ ايه نازلي معي، هي منيحة لا تخافوا. سرقت تليفون واحد منهم لأحكي. وينكن هلأ؟ بتقدري تدليني على المكان؟ دلك؟ أعطيها العنوان. طيب خذ العنوان. حابسينا بخرابة بمنطقة قنديلي، في كازية قريبة. بعدين؟ بتشوفه وبتدخل بعد شي كيلومتر في خرابة على اليمين، نحن هنيك. انتي لا تشغلي بالك سناء، رح نجي ونلاقيكم ونخلصكم بإذن الله. انتوا روقوا ولا تخلي حدا يشتلق على شي، ماشي؟ جايين نحن فورا. ماشي. ألف الحمد لله لقيناهن أخيرا. ايه والله ألف الحمد لله يا أخي. نحمده ونشكره. لك الله يصطفل فيكم، رح تتحاسبوا على كل عمايلكم. لا ترى كثير يا مرة، خليكي عاقل واسكتي ولا بتخسر كثير. يا خالة فاطمة نازلي، انتي هون؟ انتي منيحة تقبريني؟ والله كثير خايفة. تقبري قلبي، لا تخافي حبيبتي. بكفي لعي، هلا عنا شغل أهم. خالة بابا إمت رح يجي ياخذني؟ بيجي ولا يهمك انتي. أبوكي صعب إنه يجي لأنه بالعمليات، وما بعرف إذا مات ولا لساته عايش. أنت خراس، هالزلم عم يكذب، ما هيك خالة؟ أبوك رح يتحسن يا قلبي، لا تبكي كرمالي، لا تبكي. أنا أبي بطل وقوي، عم تفهم شو عم قلك؟ أنت ما فيك تموته. بإيدي أوصه. لك سكوت يا ملعون، أنت ما فيك تلمسه لأبي. إذا بتحبي اسألي هالمجنونة اللي جنبك. مزبوط خالة فاطمة؟ صاير له شي لبابا؟
لا بنتي، ما في شيء أبوكي، لا تخافي أنتي. فكوني، لك فكوني، بدي روح لعند بابا. نازلي مشان الله، بدي روح عند بابا. مشان الله، بدي روح عند ابي. خلص يا عمري، يا عمري، بدي اطمن على بابا. يا عمري الله يخليك يا بنتي. حبيبي بابا، روقي يا عمري، روقي لك يا بابا. يا رب دخيلك. كيف نبضه؟ ما رجع طبيعي لهلا. النزيف مستمر ونحن لازمنا دم. استخدمنا كل الدم الموجود عندنا دكتور. اطلبي من غير مكان، اسألي ما عارفه، روحي دبري، عزلي وإلا رح يموت. نعم سيدي، قبل شوي اتصلت ونحن طالعين فورا. لا تقلق، إليف بياني هون. تمام تمام، بتصل سيدي. يلا شباب خلونا نطلع. يلا شباب روحوا. يلا الله يقويكم. سيد عاكف، شوفي المريض عم ينزف كتير وبحاجة لدم بسرعة كبيرة. ايه انتو ما عندكم؟ للأسف لا، لأنه اليوم كان عنا عمليتين وما كفانا. ظن زمرة دمك كانت مناسبة. عفوا بس أنا عندي شغل ضروري. آسفة ما في عنا حل غيره، كنا مندبر له بس الوقت مو لصالحنا. طيب انت خليك، نحن منروح وبس تخلص تلحقنا لهنيك. ماشي روحوا وديروا بالكم. يلا بأمان الله. وانتو كمان بأمان الله. تفضل من هون لو سمحت. عاكف بقي سيدي، أنا وبالتا وكارلوس رايحين. تمام سيدي، بعتلنا دعم. ماشي سيدي ماشي، نلتقى فيهم قبل. ماشي دعونا سيدي. لا بقى تبكي، لا تبكي يا عيوني، رح نطلع إن شاء الله. كيف بدنا نطلع من هون يا خالفة فاطمة؟ كيف؟ رح ندعي سوا يا بنتي. قولي لي أنتي، الله بينقطع الأمل منه شي؟ ما بينقطع. إيها حلو، معناتها رح ندعي سوا. طيب بس أنا ما بعرف أدعي. طيب قولي وراي. يلا خلصنا من إيدين هدول الظلام وفرج علينا. آمين يا رب. قولوا آمين. يلا آمين. ورجعنا لأهلنا بخير وسلامة وأمان يا ربي. آمين. شو عم تعملوا؟ يعني قلبتوها حضرة؟ هالشي ما بيخصك، عم ندعي لنطلع من هون. إذا موضوعكم واقف على الدعاء، لا معناها بتطلعوا أكيد. رح نطلع من هون وبتشوف. جهزوا لي إياهم للبس المباشر. تركني ولا قومي. تركني. يلا تركني. تركني. راسي عمي. لا تركني. 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 يا حرامي، بس لا يجي بابا رح خليه يتركون كلكم. اهدي بقى. خرسي بقى صوتك، ما بدي اسمعه لسه. بابا بابا خلاص. مجرمة. اسمعيني وليك، والله بكسر لك ايدك. ها لا تلمسوها. ما بدك تخرسي كمان؟ لك مو خجلانة تضربي بنت صغيرة على وشها؟ انتو عالم ما بتعرفوا الرحمة ابدا. هاتي عقلي. لشو حاطين هالكراسي كمان؟ واحد منهم لزوجك. ورجب شو بدي يجيبه لهون؟ اه يمكن اشتاق لك. هنن عاملين فخ للكل. الشباب بحياتهم ما بيوعوا بهيك فخ وبينفدوا منه ان شاء الله. ايه معناها منشوف. ايه منشوف. لا تتحركي. المهم ابي شفالي غليلي وقتل لك اخوك. اخ خرسي بقى. لك تطلعي فيني يا شيطاني، ما بقول طفلة ولا غيره، بقتلك والله. ها موتني إذا فيك، أبي كمان بموتك. اترك خلاص. اتركني. أصدر
لسه الدعم ما وصل لهلا. عي كارلوس ساق السيارة بسرعة، كيف بدهم يلحقوا يوصلوا قبلنا؟ لأنه نازلي وسناء بالموضوع، وطبعا رح سوق السيارة بسرعة. أخي سيبو، الأمر عندك أخي، شو بنعمل هلا؟ بدي أقول نستنى الدعم، بس أنت ما رح تصبر. لا تؤاخذني أخي، الأمر بإيدك، بس برأيي نهجم فورا. حبيت نهجم فورا. ديروا بالكم، لازم نقتحم المكان بكل حذر. يلا بسم الله. بسم الله. كارلوس، كأنه ما في حدا بهالمكان؟ شت، بلا صوت. الأفضل إنه ندير بالنا. انتبهوا ما يكون فق ناصبينه لإلنا. هيك رأيك سيبو؟ شباب، شوي شوي. سيدي هي سناء، هي سناء والله. شوي كارلوس. كارلوس مشان الله وقف، وقف شوي. الله يلعنكم يا كلاب. هذا طعم. لعبوا علينا لعبة وسخة، هذا فخ. لك أخي شو هالحكي هذا اللي على التليفون كانت سناء؟ تأخر الوقت، انتبهوا. روك سلاحك، روك سلاحك، ولا سلكي بسرعة. روك سلاحك، يلا سكوا روك سلاحك. سرعة ولا كلمة. روك سلاحك، روك سلاحك، روك سلاحك. انتوا اتركوا سلاحكم يلا. بتحبوا نترك لكم الساعات والجزدين كمان؟ شو؟ شو عم نلعب هون؟ أسوا لا، اترك سلاحك، اترك سلاحك، سلاحك يلا، اترك سلاحك. ماجر بيك بده يحكي معك. شو بدك ولا؟ شو هالطريقة بالرد على التليفون؟ شو بدك ولا؟ معلموك اللي بقى بالكلية؟ يا عيني نحن ما ربينا بالجامعات ولا غيره، نحن هيك منرد على التليفون إذا عاجبك. قديشك جوفيس؟ لما ترجع تتصل بقول لك تفضل يا أمر، تلبق لك أكثر لأنه ما؟ بدي أسألك سؤال. رفيقتك هلأ بين إيدينا، بتحب تشوفها وأنا عم أقتلها ولا تاخد الجثة؟ أنت ضيقت لي خلاقي كثير على فكرة، رح خليك تموت على إيدي خنق. اترك البنات ولا فهمت؟ انا بجي لهنيك واعمل فيني اللي بدك يا، اذا بدك اوصلي، واذا بدك عذبني واعمل كل اللي بدك يا، بس اترك البنات. بس مو هذا هو الجواب الصحيح يا زكي. تمام تمام، رح اجي لهنيك. ايه تعا انت والتاني، وجيب معك هذا القروي والتيست تاني كمان، والا نازلي وسناء وهالقروية بيموتوا. قروية؟ فاطمة؟ خطفت فاطمة؟ ليك ولك رح اجي لهنيك ورح اكلك بلا ملح. ترك مرتي ولك، تركها. اهدي بقى. انتو ليش نازلين كتير؟ اذا بدك تشوفها لمرتك شرف تعال هون. فكوني يا حرامية. اذا ما تركنا سلاحنا رح يقتل الكل. العمى لو بمسكوا لهذا الواطي بنتفه بأظافره وطالع روح. خدوا الإصلاح من أرجي العذاب على رسوله. كيف يعني؟ أنت شو عم تقول سيدي؟ فاطمة انخطفت كمان؟ ولك هالحقير هذا اللي ما بيعرف الله، شو بده منا؟ خطف فاطمة كمان؟ هذا اللي كان ناقص. لا سيدي، راحوا لهنيك إنه. شو رح نعمل يا الله؟ تمام، طيب نرجع منحكي سيدي. استنى لك، وقف شوي، شو عم تعمل؟ تبرعت بالدم، ما بيصير تتحرك. لك لازم لاقي هذا الزلمة إليف، أنا لازم لاقيه. لك وقف استنى، ما لازم تروح وانت بهالحالة، لازم ترتاح. منين بدها تجيني الراحة؟ هالوسخ عم يخطف كل اللي منحبهم واحد واحد، كيف بدنا نرتاح وهو موجود؟ لك لوين بدك تروح فهمني؟ ما بعرف لوين، بس القعدة هون عم تزعجني أكتر. وأنا مثلك. حكيتوا مع حدا؟ الشرطة هلأ عم تاخد أقوال الجيران سيدي، وشافوا شخص وأوصافه مطابقة لأوصاف ماجر.
شو عايش؟ ايه لساته عايش. ما يموت دخيلة، خدوه على المستشفى فورا يا ابني، بيلزمنا هذا الزلمة. امرك سيدي. امرني سيدي. ابني شو الاخبار؟ التقيتوا بسيبا والشباب؟ لا والله سيدي ما في حدا هون. لك يا الله، وين اختفوا الشباب لكان؟ ما لهم اي اثر، ما لقينا غير لعبه بلاستيك هون. غالبا هون وقعوا بفخ سيدي. ان شاء الله ما يكون هيك. ليش ما استنوكم لتصلوا لعندهم هدول؟ طيب ماشي، اذا عرفتوا اي شيء خبروني دغري. يا الله شو هالامتحان هذا؟ يا ربي دخيل اسمك. بده يتعبنا كثير هذا الزلمه. خلص بكفي. خلص سناء. كارلوس يا ريتك ما اجيت. ولي اكيد رح نطلع، انت لا تاكلي هم. شو عم تعملي هون؟ عم جهز لكم الاكل هون. عمو قل لي بابا منيح؟ الحمد لله ابوك منيح حبيبتي. مزبوط هالحكي ما هيك؟ ايه طبعا نازلي صدقيني. عمو خدني لعند بابا الله يخليك، والله اشتقت له كتير. طيب حبيبتي طيب، ولا يهمك انت، بإذن الله رح نطلع من هون، انت بس اصبر شوي ماشي؟ ولما نخلص من فصل السلامات صار فينا نرجع على شغلنا الأساسي. سكروا لي تمون. الشباب بلاها، النسوان هدول بس لأنه أصواتهم تزعجني. هادي عقلي. خلاص هيك منرتاح من صوتك. رح تموت على إدريلا ولا ما يجي هداك اليوم اللي توقع فيه. أنت ما في بالك لا رحمة ولا شفاء يا زلمة. بإيدي رح كسر لك راسك يا حيوان يا حقير. إيوة خلاص جني يا محلوق العمى. رح اهدي بسي ولا كلمة. وبيضلوا الرجال اللي عم يتفرجوا. اسم لعبتنا لعبة الحظ. والهدف اختيار الأقل حظاً بيناتكم اللي يموت قبل. لعبة حلوة ها؟ هدي سناء لا تخافي ماشي؟ رح طالعك من هون بإذنكم. ماجر ماجر لا تسويها، لا تلعب لعب ولاد صغار. ماجر 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 هناك. ماجر 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 لا تطوس، لا تعملها وتطوسها. ماجر لا تعملها. ماجر 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 خلاص. ماجر ماجر خلاص اضحك ولك. ماجر بعد عن مرتي ولك اوعك تساويها، لا تعملها. عمل لك ماجر بعد عن مرتي ولك. ماجر ماجر عمل لك بعد عنا. ماجر اوعك تساويها وتطوس. لا تجن اوعك اوعك. بكفي ماجر. ما في لزوم للخوف لأنه ما بلش البث المباشر لسه، اللعبة ما بلشت. جاهزين للبث ما هيك؟ جاهزين معلم. منك عادي عادي سكتي. ايه بس تجهزوا خبروني. أمرك معلم. كيف طالع شكلي؟ تأخذ العقل للعالم علينا. ما في أخبار لسه عن كارلوس؟ لا للأسف ما في. خلصت العملية، الدكاترة طلعوا من شوي. عم تمزحي؟ كيفه هلا؟ منيح نشكر الله، وبعدين رح يطالعوا من العناية المشددة. منيح. إليف قبل شوي ما تمالكت أعصابي، ما تزعلي مني ولا يهمك. ما عم بفهم هذا الزلمة لوين بده يوصل.
بده يعيشنا الوجع اللي عاشه. لهالسبب عم يخطف اللي منحبه. بس ليش ما خطف حدا من طرفنا كمان؟ يمكن لأنه ما عنا حدا نحبه. عندي حدا حب، بقصد كان عندي. وهلأ شو اللي صار؟ ما مشي الحال. يمكن انت ما كان بدك هالشي. كان بدي اياه اكتر شي بهالحياة. يمكن اللي بتحبه بتستحق فرصة تانية. يبدو حبي هو اللي ما بيناسب حدا، بيجي تقيل على الناس. لهالسبب ما في لزوم للعذاب كله. بس هذا الحكي ما بيصير يا عاكف. كل إنسان بيستحق إنه ينعطى فرصة تانية. الحياة قصيرة وما حدا بيعرف شو بيصير. لما شفت أخي صالح اليوم بهالحالة اسودت الدنيا بوشي. لهيك لو سمحت عاكف سامحني، أنا ظلمت، غلطت بحقك كتير. معلم صالح، كيف حاسس؟ لساته تحت تأثير المخدر، اتركوه يرتاح. نازلة بنتي، رح تجي بعد شوي أخي صالح، ما تاكل هم. أنت جاهز للتصوير معلم؟ 5 4 3 2 بلشنا. سناء دبرت التليفون واتصلت فينا، قالت انه نزلي منيحة معلم. الف الحمد لله. ان شاء الله معلم، ان شاء الله. شو هاد؟ مكالمة فيديو؟ خير إن شاء الله. هذا أنت؟ هو بذاته. كيفك عاكف؟ وعم تتحداني كمان؟ يا قليل الشرف! بس إذا ضليت معصب ما رح نتفق. على القليلة كرمالي اللي عندي. ليش مين في عندك؟ جاوبني! مين في عندك؟ عاكف شو عم بيقول؟ أنت اهدى معلم. شوف، هوب، الكل هون ناقصين وجودك. رح اجي، جاي يا واطي، وإذا مفكر تلمس شعرة من رأس حدا فيهم رح أقتلك بيدي، عم تفهم؟ شو عم بيقول؟ ليكون عمل شي لنظلي. لا معلم، نظلي بخير، نظلي بخير، لا تقلق. ولك الله يلعنك، الله يلعنك يا حقير. أنا اتصلت فيك لحتى ورجيك كيف تنلعب لعبة الحظ. فرج علي منيح. ما
ماجر. ماجر اترك البنت. ماجر لا تتهور. ماجر تحط المسدس براسي. ماجر هي تطلع الهواء. حشر الشباب اللي تتهور. ماجر اترك البنت بحالها. ماجر اترك البنت بلاش نوم. ماجر اترك البنت. ماجر بلا غلط البنت يا شبان. ماجر اسمع بلا غلط. لك اوعك اتركها. لك اتركها. ماجر اترك البنت يا مجنون. اترك البنت يا البنت. خلاص تضغط عزنات بعدها. البنت لا تعمل شيء. ماجر ماجر اتركها. لا تتهور بحالها. لا تتهور يا مجنون. يا واطي اتركها. لا تتهور عمل لك جبان. ما له علاقة البنت بحالها. عمل لك ماجر. ايوه خلاص اتركها. عمل لك ما له علاقة البنت. ازاك عمل لك والله اوسخ. خلاص اتركها. اتركها اتركها يا واطي. اترك البنت. لك عمل لك تتهور. ما عملت لك بدي اشوف البنت ما له علاقة. الله اتركها يا واطي. ماجر حسك يا جبان. اترك يا ماجر. لا تتهور يا جبان. يا واطي يا كلب. لا تتهور. اوعى. اترك عمل لك. لا طوصها. البنت ما لها علاقة بشي. بنتي. اذا بدك شي تعقتلنا نحنا. كرمال الله يا يا ماجر. بعد عنا. كمان لا. بعد عنا يا واطي. صار يا جبان. جبان. دخيلك لا. والله لا قتلك والله. ماجر اترك بنتي. ماجر كرمال الله لا. كرمال الله. توصل لايدي لا خلاك. عملها يا مجنون. ولك عامل لك خلاص يا شبان. اتركها. ان شاء الله اتركها. اتركها ماجر. ما لازم. بعد عنا يا واطي. شي بدك تاخذه منا نطلع. بعد عنا يا واطي. كرمال الله لا. تعال يا شبان. اوعى البنت. والله لا قتلك والله. البنت ما لها علاقه. والله لا قتلك واطبعك شاف. كرمال الله ماجر. لا لا تورجيني موت. لا ماجر لا. لا ماجر لا. ماجر اتركها. لا ماجر لك البنت ما لها علاقة. اتركها يا كلب. خلاص تمام. خلاص اتركها يا حيوان. اتركها. خلاص يا مجنون. اتركها. بعد عنا يا ندل. لا لا يا واطي. بعد عنا. لا اتركها. اوعى. لا اتركها يا واطي. لا تعملها يا واطي. خلاص البنت طلعت محظوظة. إذا مسكت هذا المسدس اللي بإيدك وحطيته بتمك وفضيت المشط اللي بقلبه فيك. المشكلة إنك جبان وعم تتقوى على النسوان وأنا مربط وماني قادران أوصل لك يا حقير. وهلأ صار الوقت لنعرف المحظوظة الثانية. طلع فيني ولك. طلع فيني. لا تخلي الدم يصل لراسي. قسما بالله إذا بتوقع بإيدي لا تكره الساعة اللي ولدت فيها. لا تتمنى الموت وما تلاقيه. هذا الموضوع منحكي فيه بعدين. خلينا نشوف الدور على مين هلا. ماجر ماجر بكفي هيك زودت كثير. ماجر كان في عصفور على الشجرة عمي. خلصنا. خلص خلص حاجة بكفي. بكفي يا واطي. خلص نلعب. ماني تسعر بكفي. عم اقول لك لا هالمره دور على سنة. لا بس يا شبان. ماجر بنت محظوظه. ماجر ماجر عم اقول لك بكفي بقى. ماجر اهدي. ولك هذا جانن على الاخر. والله راح يوقف عقلي. شو مشكلتك انت؟ اه فهمني. عم تعمل مراجل على النسوان ما لهم ذنب. ولك شو بدك منهم؟ حكي شو عم يصير؟ عمل فخ للشباب سيدي وخطف النسوان. انت شو عم تحكي عاكي؟ شوف بنفسك سيدي. العمى بقلبه. وقف اللعبة السخيفة. بترجعك اترك البنات والنسوان يروحوا. عمل فينا اللي بدك اياه بس اتركهم. وين كان قلبكم لما قتلتوا اخي؟ اخوك انقتل لانه مجرم فار. هدول شو عملوا لك؟ هالبنت شو عامله؟ لك حاجتك حكي فاضي.
ما بيهمني إذا إلها ذنب ولا لا. ماجر طول بالك بكفي فوس إيدك. ماجر بترجاك لا اتركهم. لا ماجر لا عم نترجاك ما تقرب عليهم. لا ماجر خلص اتركهم لا تقوس. ماجر الله يوفقك فوس إيدك خلاص. لا خلاص ماجر لا ماجر ماجر خلاص عمل لك اتركهم روح على جنان. لا تعملها يا ماجر 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 لا 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 ماجر ماجر لا ماجر لا 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 وهي طلعت محظوظة. سيدي سيدي ليش نحن ما عم نلاقي هذا الزلمة؟ طب ما بنقدر نحدد مكانه من إشارة التليفون؟ جربنا كل الطرق عاكف. إشارة الموبايل عم تعطي أكثر من نقطة مختلفة. الظاهر في معهم جهاز تشويش. طيب وشو الحل هلا؟ صار لازم نعمل شيء سيدي. الزلمة اللي ببيت بالتا. أنو زلمة؟ هذا واحد من رجال ماجر. تقوص بس ما مات. هو هون بالمستشفى. طب وين هو هلا؟ كان بالإسعاف. وأكيد دخلوه على العمليات. عاكف لوين رايح؟ في حيوان لازم خليه ينطق. عاكف 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 وقف وقف ما بصير تفوت لجوا. شو عم تعمل؟ عاكف وقفوا وقفوا. هذا اللي متصاوب طلق ناري. ليش مين انت؟ اطلع لبرا. اسمعني يا دكتور وجاوبني على سؤالي لانه مالي متحمل حالي. ايه هذا هو نفسه. منيح انا رح اعمل العمليه لهذا الزلمه. اطلعوا من هون. انت مجنون يا اخي شو مفكر حالك؟ حدا يطلب الشرطه. وصلت الشرطه. كل شيء تحت السيطره. في اكثر من انسان بريء مخطوفين وهذا يلي رح يدلنا على المكان. مشان هيك ما بدي اي حدا يتدخل بشيء والا مستعد احرق الكل. اللي وين هن؟ اللي وينه؟ لك انا رح موت يا مجنون. عم اقول لك وينه؟ اللي وين متخبي هالواطي؟ ما بعرف ما بعرف ما بعرف.